الكيلو ب27 جنيه، توافر أطنان من السكر، والسكر مش لاقي اللي ياخده. أعزائي ومتابعي تليجراف مصر، أهلا بكم في لايف جديد من محافظة الأقصر. معاكم هنا أنا أحمد العطيفي ومن محافظة الأقصر، وتحديدا من معرض أهلا رمضان بمحافظة الأقصر بساحة سيدي أبو الحجاج. يمكن المشهد المعتاد اللي احنا بنشوفه يعني متعودين عليه. هيكون معانا البشمهندس عبد الرازق وكيل المديريه، هيوضح لنا اكتر. كل سنه وحضرتك طيب يا باشمهندس. وانت طيب احمد بيه، لبارك في حضرتك وكله خير. يعني احنا شايفين، كلمنا اكتر على توفير المديريه النهارده موفره كميات كبيره من السكر مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كله هيشرب عصير وكله هيعمل حلو. كلمنا اكتر. طبعا احنا الفتره الاخيره الوزاره اتخذت اجراءات مشهود ليها بالامانه، يعني مشان توفير سلعه السكر في كل مكان على مستوى المحافظه. طبعا احنا بنشتغل على مدار 24 ساعه بتعليمات معالي المحافظ والسيد الدكتور وكيل الوزاره هنا في مراكز التابعه وفي العرض. بالنسبه للمعارض، الحمد لله احنا دخلنا اكثر من 1700 طن على مستوى المحافظه. التوزيع كان على كل منافذ التوزيع ونقاط التوزيع، وآليات التوزيع كانت عادلة جدا جدا جدا، بدءا من المصالح الحكومية لمجالس المدن والقرى، للوحدات المحلية، للمحلات العامة، والنهاردة بدأنا نوزع لمحلات التجزئة وتم تحت السكر في كل مكان الحمد لله على مستوى أرجاء المحافظة كلها. طبعا زي ما انت شايف حضرتك السكر موجود، بدءا من عرض الشركة المصرية لعرض التجار لكل العارضين هنا. بنحاول نخلي سلة السكر موجودة عنديهم، حتى لو انه هو ما بيخصوش النشاط، لا بنضيف له نشاط السكر للبيع للمواطنين بسعر 27 جنيه عشان كل مواطن يلحق ياخذ احتياجاته من النهارده ان شاء الله باذن الله. الارصدة الموجودة والمخصصة للمحافظة تكفي لرمضان وبعد رمضان ان شاء الله باذن الله. جميل. تماما، اتاحه كامله، ما فيش اي مش ازدحام وتكدس. لا 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 يعني دلوقتي احنا شايفين لا لا لا, لا, لا طبعا في اي وقت يجي وياخذ احتياجاته وياخذ اللي يكفيه، والدوله طبعا اتخذت كل الاجراءات اللي من شانها تضمن سلامه وجود السلعه في السوق على مدار ال 24 ساعه وفي كل نقاط العرض لغايه اخر نقطه عرض اللي هو الكشك او المحل بتاع التجزئه. يعني خليني يا باشمهندس عبد الرازق، يعني احنا بنقول متعودين كل مره بنيجي بنشوف زحام واقبال من توافر كبير من السكر ادى الى منع موضوع الزحام. انا احب برضو ابشر حضرتك وابشر الساده المواطنين بان كل السلع الاستراتيجيه حصل انخفاض في السعر في الفتره الاخيره الحمد لله. احنا وصلنا بالزيت لان في شركات بتنافس بالزيت لغايه 70 جنيه للتر الكامل. وصلنا برضو بالرز لسعر 27 جنيه ونص و 28 جنيه اللي هو الرز البلدي. وصلنا يعني الاسعار نفسها بتاعت السلع الاستراتيجيه حصل فيها انخفاض من 20 ل 30% خلال الاسبوع المنقضي اللي عدى ده. يعني وكل حاجه طبعا اللي تاها بكميات يعني طبعا متاحه كبيره، مش شايفين المواطن ليها حقيه. لا ليها حقيه، بالعكس ليها حقيه ياخد اللي يكفيه الشهر كله كمان. ما فيش اي اعتراض ولا مساسه بمستحقاته. احنا بنتابع يوميا، والارصده بتاعتنا بتتابع يمكن بصفه كل ساعتين، يعني بيكون في بيان بيروح للوزاره وبيترد على القياده السياسيه وعلى سيد المستشار المحافظ والدكتور تامر وكيل الوزاره بيتابع اول باول، وانا رئيس كوكيل مديريه رئيس غرفه عمليات موجود على مدار ال 24 ساعه في المديريه، وارقامنا موجوده في كل نقطه توزيع مدعمه زي المخبز او زي البدال التمويني او زي مشروع جمعيتي او على صفحه المديريه او على صفحه المحافظه. واليوم حقيت التواصل معنا خلال ال 24 ساعه لو في اي حاجه احنا تحت امرهم. يعني مبشر الناس يا باشمهندس ان شهر رمضان داخل. بالعكس احنا مطلعين قوافل طبعا للاماكن اللي هي بعيده من المعارض والحاجات دي، بيكون فيها السلع الاستراتيجيه. يمكن النهارده القفله كانت في اماكن اكثر فقرا في البر الغربي، وحاليا في قوافل في ارمان وقوافل في اسنا، وده بصفه يوميه وبيتم المتابعه ليهم باسعار طبعا تقل عن مثيلاتها في السوق من 25 ل 30%،
بيتم استعاضة كل السلع اللي بس السكر جودة السكر أول بأول. ده السكر ده اللي فيه لجنة متابعة بتتابع السكر، بتتابع الأوزان وبتتابع الكميات وبتتابع الأسعار اللي ده. طبعا حضرتك شركة دينا خديوي اللي هي ذهب النجوم، هي موجودة في شارع صلاح سالم هنا في بندر الأقصر، في لجنة بتتابع إن ده كيلو فعلا، وإن التعبئة ما تتوقفش خلال ال 24 ساعة بالليل والنهار، التعبئة آلية ولكن العمال بيكونوا شغالين بالتناوب والتبادل. يعني شايفين طبعا هو ده سكر انتاج مصنع سكر ارمنت سكر قصب صافي، واحنا لينا احنا سحبنا 1700 طن دخناها في المحافظه، وطبعا باقي الكميات بتاعتنا تكفي لبعد شهر رمضان باذن الله ان شاء الله، موجوده في كل مكان وفي كل نقطه عرض. يعني احنا شايفين توفر كميات من السكر طبعا والزيت. السكر والزيت والرز والجبن بانواعها حتى يعني التمور، كل ما يلزم اي بيت مصري طوال في كل شهر رمضان. شركات المكرونه برضو بنجيب الشركه راسا بتعرض هنا مثلا، مدير الشركه نفسه او مدير الفرع هو اللي بيجي يعرض بنفسه وبينزل بالسعر طبعا من 25 ل 30% تخفيض. كل حاجة متاحة، وطبيعي الأسعار زي ما قلت لحضرتك من حوالي أسبوع طبعا حقيتهم أنهم يشتروا ياخدوا وإحنا يعني رصيد مطمئن، وفي ناس بتطمن على الرصيد في المواطن المفروض يكون يعني مطمئن. إحنا معاه مش شكرا لحضرتك كل سنه وانت طيب ربنا يبارك فيك. وضح معانا الباشمهندس عبد الرازق هنا وكيل مديريه التموين، يعني السكر مش لاقي اللي ياخده، يعني الناس اللي كانت بتقول سكر ما فيش سكر رمضان ما فيش مش فيش عصير، لكن زي ما حضراتكم شايفين السكر متوفر والزيت والدقيق والمكرونه والجبن والبلح كل حاجه موجوده هنا في معرض اهلا رمضان التابع له مديريه التموين بالاقصر. يعني عايز اقول لحضراتكم من خلال تليجراف مصر السكر متوفر والزيت متوفر وكل حاجه متوفره، ورمضان دخل بخير وشهر الخير كله خير. يمكن زي ما حضراتكم شايفين المشهد اقبال من المواطنين والاهالي على شراء السلع الأساسية في المنزل من سكر وزيت وسمنة وكل حاجة بيحتاجها أي بيت مع اقتراب شهر رمضان المبارك. يعني احنا الأول كنا بنشوف الإقبال الكبير وزحام شديد من الأهالي والمواطنين على شراء السلع، لكن يمكن المشهد من خلال تليجراف مصر السكر موجود اهو أمام حضراتكم، السكر موجود وجودة السكر عالية جدا، يعني سكر من أفخم وأجود الأنواع متاح هنا في معرض أهلا رمضان، سكر عالي الجودة و 27 جنيه، وكمان الزيت والمكرونات وكل ما يلزم أي بيت مصري. يمكن من خلال تليجراف مصر بنرصد لحضراتكم، قبل كده رصدنا من خلال تليجراف مصر إقبال وتوافد كبير من المواطنين وزحام شديد. يعني عايز اقول لحضراتكم ان حاليا كل حاجه متوفره، رمضان دخل بخير وشهر الخير كله خير، متوفر السلع الاستهلاكيه من زيت وسكر وسمنه ودقيق وبلح وزيت وجبنه وفول معلب وكل حاجه بيحتاجها البيت هنا من سمنه وصلصه ومكرونه وجبنه، وكمان عاملين المرقه والرز وكل حاجه متوفره من خلال معرض اهلا رمضان وتوافد من الاهالي على شراء السلع الاستهلاكيه في معرض اهلا رمضان. يعني ما شاء الله تبارك الله موسم الخير وشهر الخير داخل علينا بكل الخير، شهر رمضان المبارك، ويعني بكل اريحيه وبكل سهوله بيدخل المواطن بيشتري كيس السكر او كيس او ازازه الزيت او الرز او المكرونه بكل اريحيه، مفيش تكدس مفيش زحام مفيش يعني اي شيء من يعني لما شاهدناه من قبل من تكدس وزحام، لا انت بكل اريحيه بتدخل بتشتري الزيت بتاعك او السكر بكل سهوله. يمكن زي ما حضراتكم شايفين افخم انواع السكر والزيت والسمنه اللي كل اللي بيحتاجه اي بيت مصري هنا متوفر في معارض اهلا رمضان في محافظه الاقصر. وزي ما حضراتكم شايفين بيدخل المواطن بيشتري
بيشتري السكر او الزيت او السمنه بكل سهوله، بيشتري ويطلع. يمكن زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه متوفره في شهر الخير، رمضان الخير كله خير. كنت معاكم هنا من محافظه الاقصر، احمد العدي في تليجراف مصر.